الرئيس ظافر مكتبه يا بنتي. ما بده يقابل حدا يا نامق بيك. ليش أنا غريب عنه يا بنتي؟ حضرته مشغول اليوم، لو سمحت يا بيك. نحن رفقات من زمان. الله الله، كأنك مبكر كتير يا ظافر. حابب نشرب قهوة الصبح مع بعضنا. ماشي يا بنتي، تركينا. احكي لي كيف عم يمشي الشغل وكيف أمورك؟ نامق، شو بدك؟ يا حرام، ضلت فرحتك بقلبك. ما قدرت تاخذ اللابتوب مني، فأنا قلت لحالي لأروح شوف ظافر فرحان ولا زعلان. ما عم بفهم عليك شو عم تحكي. أني لابتوب؟ شكل وظيفة رئيس هالبلدية تعبتك كتير يا أستاذ ظافر. ليك أنت تعبان، أنا برأيي ترتاح شوي. بطل. بطل شو؟ ما عم بفهم. بطل من السباق، يعني لا ترشي حالك مرة تاني. روح وارتاح. هلأ فهمت عليك، أنت بدك يعني يتخلى عن منصبي لحتى واحد مثلك يصير رئيس بلدية. خفت مني هلأ ما هيك؟ على هالحالة ما رح نتفق معك يا حضرة الرئيس. أنا عم قلك كون مع عيلتك، حاول تضل معهم وتحميهم، خود أحفادك بإيدك على المدرسة، وإذا بدك روح مع مرتك جولة حول العالم. لا سمح الله يمكن يصير لهم شيء أو يتأذوا، ممكن يعضوا ذئب أو يصير لهم شيء حادث. خلاصة الحديث، أنا عم أعطيك فرصة أخيرة. اعتبر أني عم أقدم هدية لعيلتك مشان مستقبلهم، لأنه بالأول والآخر الحياة قصيرة كتير وبتفاجئنا أحيانا، ولهيك لازم ننتبه. رح نشرب القهوة لما شوفك رئيس مستقيل.